من سوريا لأهلنا وإخواننا العراقيين محبة كبيرة، إيد وحدة للتغلب على أزماتنا، نقوى فيكن ومعكن. سنوات من الحرب ما غيرت من كيانا، سنوات عجاب ما أثرت في كرمه وشهامته. أهل الشهامة، بلد الأحرار، موطن للكرامة، قلب الأمة العربية، تعايش طائفي وأخوة ومحبة، لا تفريق بين سني وشيعي وكردي. من كرم دجلة والفرات وخيراتها رح نتعرف من خلال سلسلة سفرة دايمة على عادات النشامة العراقيين الدينية والاجتماعية برغم كل الأوجاع يلي مرت فيها وما غيرتها. كونوا معي أنا نغم من قناة مطبخ الجمال العربي، بدي من كل الشرفاء العراقيين يوصلوا هالفيديو لل 150 ألف لايك لتتعرف الناس على كرم وعادات رائعة لأهل العراق برغم الوجع وانتوا قدا. وما تنسوا تشتركوا بالقناة حبايبي وتتعرفوا على عادات الشعوب العربية. توصلكم كل جديد من عنا، تعملوا شير لأصدقائكم ليشاهدوا الفيديو ويتعرفوا على عاداتكم الرائعة، تضغطوا لايك وتحاكوني بالتعليقات. من مطبخ الجمال العربي، زورونا مرة ما رح تنسونا بالمرة. العراق بكل مدن وقرى ما بيختلف عن البلدان الإسلامية باستقبال شهر رمضان الفضيل، لكن الشعب العراقي بيبدأ يستعيد روتين يومه بعد ما تخلص من تبعات الفترة العصيبة يلي مكس فيها، وما زال وثيق الصلة بعاداته الرائعة وتقاليده العريقة الممتدة لآلاف السنين. كيف لا وهو من أصل الحضارة؟ فمثلا سوق الشورجة في بلاد الرشيد تتجدد فيه مظاهر استقبال رمضان من خلال ازدحام السوق وتردد أرباب البيوت عليها لابتياع حاجاتهم. ويلي بيتميز العراقيين حكايات الناس مع رمضان، فعادات رائعة الجمال لدى العراقيين. بكرم كبير بيقوم الناس بتكديس المواد التموينية ببيوتهم والروحانيات الرائعة في العراق. أما مسألة التنوع في الوجبات على مائدتي الإفطار والسحور، من المعروف عن المطبخ العراقي بأنه هو أفضل المطابخ العربية وألذ الأطعمة على موائدهم، فربات المنازل العراقية سيدات بتتصف بأن الأفضل بتزيين موائد الطعام، تحضير الأطعمة الرائعة، بتلبي جميع الأذواق والنكهات اللذيذة. فالشوربات أنواع كثيرة مثل شوربة العدس والفطر والخضار. أما اللبن البارد والتمر والبرياني والمقلوبة من أجود الأطعمة وأطيبة، ومرقة البامية والدلمية والدولمة والكبة بشكل دائم على موائدهم. أما العادات الرمضانية والطقوس المحببة فهي تبادل الأطعمة بين الأهل والجيران، فبيقوم الجيران بتبادل هي الأطباق. أما البلد العريق يلي بيتميز غالبية السكان بشعائر شهر رمضان من صيام وصلاة وقراءة قرآن، والمساجد يلي بتمتلئ بالمصلين من فئات عمرية مختلفة بيأدوا صلاة التراويح. أما مساء تنطلق الأطفال في الطرقات وهن عم بيغنوا النشيد العراقي الجميل ما جينا يا ما جينا حل الكيس واعطينا. أما الشباب فبيذهبوا إلى لعبة المحبس أو المعروفة في العراق والتي تسمى دائما هي اللعبة المنتشرة بشكل لافت للنظر. من الأشياء المتميزة والحلوة كتير إنك ممكن تتفاجأ بدوش رمضاني وإنت عم بتسير بشوارع المدن العراقية نتيجة الحر الشديد في بعض الأيام الرمضانية. اجتماع الأسر من أهم ما يميز الأجواء الرمضانية الحلوة كتير، فاجتماع العائلات في المنازل مع بعض أو خارج المنزل بحيث أدرجت المطاعم طقوس خاصة بالإفطار شبيهة بطريقة الإفطار بالمنازل، بحيث أنهم بيقدموا التمر واللبن والحساء على موائدهم قبل موعد الإفطار 15 دقيقة، بيفتتحوا قاعة خاصة للصائمين ليأدوا الصلاة بعد وجباتهم الخفيفة، بيستمتعوا لاحقا بإفطار دسم. أما أحلى العادات الشعبية والمتوارثة المسحراتي والتطور يلي أصاب هي المهنة في بعض المدن العراقية، بحيث بدل المسحراتي طريقته
في إيقاظ الصائم وقت السحور، فمثلا بدل من ضرب على الطبل إلى نمط موسيقي وصار يعزفوا نغمات راقصة تشبه إلى حد كتير كبير إيقاعات حفلات الزفاف. المطبخ العراقي عريق جدا وبيحتاج لوقت طويل للنضج، فبتدخل بمكوناته اللحم والحبوب، من ألذ الأطعمة الشعبية البرياني والطرشي. أما المسقوف العراقي كأكلة عراقية شهيرة، هي عبارة عن سمك مشوي على خشب الصفصاف، من ألذ ما ممكن تتذوقه في العراق. حتى في المطابخ العربية أصبحت تتداول هالأطعمة بسبب لذتها ومذاقها الرائع. أما حب السوريين للعراقيين فهي حكاية طويلة، فسميت شوارع عديدة بأسماء شارع بغداد وصلاح الدين وغيرها كتير مناطق تيمنا بحب العراق وأهله. وهلأ صار وقت حزورتنا، ورح نطلب طلب من الشعب العراقي يذكرنا بثلاث أنواع من الأطعمة العراقية الشهيرة واللذيذة ويلي بينصحنا بتذوقها. كنت معكم أنا نغم من قناة مطبخ الجمال العربي. رح أذكركم تشتركوا معنا بالقناة، تعملوا شير لأصدقائكم تتعرف الناس على عاداتكم، تضغطوا لايك إذا حبيتوا الفيديو وتراسلوني بالتعليقات وأنا رح رد عليكم. زورونا مرة ما رح تنسونا بالمرة مع مطبخ الجمال العربي. رمضانكم مبارك يا رب.